العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك ويا شافي المريض بقدرتك. اللهم اشف أخانا حميد اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أخانا حميد وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن عليه بالشفاء وأن لا تدع فيه جرحا إلا دويته ولا ألما إلا أسكنته ولا مرضا إلا شفيته. وألبسه ثوب الصحة والعافية آجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأخينا حميد تمام العافية ودوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم عافه في بدنه اللهم عافه في سمعه اللهم عافه في بصره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك ويا شافي المريض بقدرتك. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة اللهم ارزق كل محروم واشف كل مريض وفرج هم كل مهموم واقض الدين على المدينين وارحم واغفر لموتانا وموتى المسلمين بكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم ثبتهم على الصراط أقدامهم واسكنهم في أعلى الجنات بجوار سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنهم من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسهم آمنة مطمئنة. اللهم اجعلهم في بطن القبر مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين إلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك
بلا سابق حساب ولا سابق عذاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونختم دعاءنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل